أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج التفسير الموضوعي للقرآن. هذه هي الحلقة الثانية، وسوف نتناول فيها تفسير آيات سورة العلق. واقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن. أغلب أو كل المسلمين هي أول آيات نزلت في القرآن للأدلة الموجودة في الأحاديث بين قوسين الصحيحة، بموازين أهل السنة والجماعة وبموازين معظم علماء المسلمين. فإن أحاديث بدء الوحي بآيات سورة اقرأ صحيحة. البخاري وهو أصح الكتاب بعد القرآن عند المسلمين عند أهل السنة، بدأ كتابه أو بدأ صحيحه الجمع الصحيح بكتاب سماه كتاب بدء الوحي. قال الإمام البخاري في الصحيح، طبعا بعد السلسلة التي ساقها عن عروة بن الزبير عن عائشة، أنها قالت أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ويتعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى إذا بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى إذا بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة بنت خويلد، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال خديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. خديجة قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، هذا طبعا حسب نص البخاري، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسر المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عامي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم، قال نعم، إلى آخر الحديث. رواية أخرى في صحيح البخاري أوردها البخاري بعد هذا الحديث، قال بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قوله والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع. إذن بعد يعني بعد سورة اقرأ نزلت بعد الآيات الأولى من سورة العلق نزلت سورة المدثر أو الآيات الأولى حسب هذه الرواية. هناك حديث آخر مهم أيضا عن عروة عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم يأتيني مثل صلصات الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فقالت عائشة رضي الله عنه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه يتفصد عرقا. أول ما يطرأ في ذهن أعزائي المشاهدين عند في ظاهرة الوحي عموما هو الحديث عن مرض حينما اكتشفته البشرية في العصر الحديث
بدأنا في معاملة من يدعي أن هناك من يوحي إليه أسماء أو تتحدث إليه أصوات لا يسمعه غيره معاملة خاصة. بدأ العلماء يتعرفون لأول مرة على مرض الفصام وتعرفوا على أعراضه، من ثم طوروا عقاقير لعلاجه وصاروا في هذا السبيل مسيرة كبيرة، ولا زالوا يطورون وسائل على هذا المرض الفظيع. لحسن الحظ أصبحنا متطورين جدا وهناك حالات من تعالج تماما. يتم التعرف على هذا المرض وتشخيصه حينما تظهر أعراضه اللي بتتضمن وهام وأفكار وكلام مضطرب وهلاوس لمسية وسمعية وبصرية وأيضا شمية وذوقية، والتي تعتبر عادة من مظاهر الذهان. كما ترتبط هذه الهلاوس عادة بمضمون موضوع الوهام. وهناك أعراض أخرى تتمثل في قصور في الاستجابات والانفعالات الطبيعية أو في عمليات التفكير الأخرى. الفصام هو مرض دماغي مزمن يصيب عدد من وظائف العقل، وهو مجموعة من الاستجابات الذهنية تتميز باضطراب أساسي في العلاقات الواقعية وتكوين المفهوم، وأيضا اضطرابات وجدانية وسلوكية وعقلية بدرجات متفاوتة، كما تتميز بميل قوي للبعد عن الواقع وعدم التناغم الانفعالي والاضطرابات في مجرى التفكير والسلوك. ويعتبر مرض الفصام من أكثر الأمراض النفسية للأسف شيوعا. هو من الأمراض المنتشرة جدا، وعلى الرغم من أهمية تعريف الناس به، إلا أن المكتبة العربية للأسف فقيرة جدا بالكتب التي تتحدث عنه وتواجه المريض والأسرة لفهم طبيعة المرض وكيفية التعامل معه. للأسف هذه ليست ظاهرة في الفصام فقط، بل نحن في ثقافة الصحة النفسية عموما يعني شبه يعني مفلسون. يعني يفترض الباحثون أن الفصام يحدث بطريقة كيميائية حيوية، وأن المرض يحدث عادة عند الشخص الذي لديه استعداد وراثي أو مكتسب، والذي ربما يحدث بسبب إجهاد نفسي أو مرض عضوي أو عوامل أيضا اجتماعية، ربما حدث بشكل تلقائي أيضا دون وجود أي سبب له. لهذا يبدو الفصام اضطرابا معقدا. لذلك وبعد اكتشاف الفصام امتلأت المصحات النفسية بهؤلاء الذين يتلقون الوحي. انعدم وجود هؤلاء الذين يتلقون الوحي في وسط من يحتفلون بهم ويصدقونهم ويقدسونهم، إلا في بعض البيئات التي لا تزال جاهلة جدا أيضا. لا شك يعني حالات ادعاء النبوة في العصر الحديث من المؤكد لم يحالفها الحظ، لأن العلوم تطورت. لكن هناك نماذج. أنا أذكر نموذج هنا مشهور في مدينة الإسكندرية بلدي يعني التي ولدت فيها. رجل مشهور جدا وقصته مشهورة جدا هنا، يعني اسمه صلاح الدين شعيشع، من أشهر من ادعى النبوة على الإطلاق في القرن العشرين. كان طبيبا اشتهر بإجراء عمليات إجهاض في عيادته في حي محرم به بالإسكندرية قبل أن يحولها إلى مقر إلى دعوته للدين الجديد، وأيضا ألقي القبض عليه في الإسكندرية عام 1985. شعيشع هذا ولد عام 1922 وتخرج من كلية الطب، ورفض التعيين في الصحة المدرسية، وتخصص في عمليات الإجهاض إجهاض النساء، واشتهر بإجراء عمليات الإجهاض هذه حتى بات يعرف بملك الإجهاض. بدأ التحول يظهر عليه بعد أن تعرف بزوجة صديق له وأحبها وارتبط بها، نشأ بينهم علاقة حميمة وأطلق عليها لقب أم المؤمنين، أعلى أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدعيا أن وفاة محمد كانت بالجسد فقط وأن روحه ظلت بقية في جسده. شعيش هذا أطلق على دعوته اسم الطريقة الصلاحية الشاذلية الزينبية المحمدية. أتباع شعيشع لسوء حظه لم يتجاوزوا 50 رجلا، قسمهم إلى ملوك وهم الذين آمنوا به ونبوته، وصعاليك هم الذين لم يرتقوا الإيمان به بعد. وشهرته نبعت من أمرين هامين، أولهما أن أتباعه كانوا من أطباء وأساتذة الجامعات والمدرسين وكبار رجال أعمال في الإسكندرية. الثاني غرابة الطقوس الدينية التي كان يمارسها مع أتباعه.
التي تتسم بالغرابة. كان مثلا يقبل الرجال من أتباعه في أفواههم 3 مرات والنساء 20 مرة. كان يطلق عليها القبلة المحمدية الطاهرة. وأسقط شعيشة فرض الإسلام كالصلاة والحج والزكاة والصيام. لكن شعيشة أخفق طبعا. وتكفل الأطباء النفسيون بغير شعيشة وبهؤلاء الذين إذا زرت أي مستشفى نفسية سوف تجدهم موجودون في قسم الفصام. لكن الدعاء الوحي لم يقتصر فقط على الرجال يعني. هناك أيضا نساء ادعينا النبوة. هناك مشهورات عبر التاريخ. لكن في العصر الحديث هناك أيضا حالة شديدة الغرابة شهدتها منطقة في تونس اسمها باردو وسط العاصمة التونسية. استمرت لأكثر من 3 سنوات دون أن يتم إيقافها. زهرة أو أم الأنبياء كما تسمي نفسها مدرسة بالمعاهد الثانوية وبدأت تعرض رسالتها على الناس وتدعو إلى السلم في العالم وإلى توحيد الديانات من جديد. عندما سمعت في عام 2000 هاتفا غيبيا يأمرها بذلك كما تدعو. تقول زهرة إنها اضطربت في البدء ولم تتقبل هذه الحالة لكن الصوت عاد ليشرح لها مصدره الإلهي ويريد منها وأنه يريد منها أن توصل رسالتها إلى العالم ولا يريد بها وللعالم إلا الخير. تمكن مراسل وكالة قدس بريس من مقابلة أم الأنبياء المزعومة هذه والتحدث إليها عام 2003 وقال إن حالتها كانت عادية وتبدو هادئة لكنها تجتهد في إقناع الناس برسالتها بدون محاولة فرضها على أحد. ادعت زهرة أنها تتلقى الأوامر من الهاتف وتبلغها وتكتب مواعظ وتبلغها للناس وتوزع عليهم وتكتب نصوصا سليمة من ناحية اللغة والمعنى وترسلها للرئيس الأمريكي مثلا جورج بوش. وقتها كانت ترسل لجورج بوش الأب جورج بوش الابن وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس الإسرائيلي كان ساعتها أريل شارون والرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل ما يهرب قبل الثورة وتطلب منهم الامتثال للرسالة الجديدة والإيمان بها والعمل على تحقيق السلم في العالم وإنهاء الحروب وتحقيق سعادة كل الناس. حصلت الوكالة على نسخ من الرسائل التي كانت أم المؤمنين ترسلها عبر الفاكس للمسؤولين وكلها جاءت على هيئة مواعظ وأوامر ونصائح. والغريب في الأمر أن أرقام الفاكسات الموجهة للشخصيات المذكورة كانت صحيحة وأيضا كانت تصل إلى أصحابها ما جعل البسطاء يصدقونها. عندما شاع أمرها تم اعتقالها والتحقيق معها لكن تبين للمحققين أنها تعاني من المرض النفسي وأنها لا تسعى للحصول على فوائد من خلال ادعائها النبوة فأطلقوا سراحها. في المصحة زهرة كانوا بيعالجوها من الجنون لكن هي لم تكن مقتنعة كشأن كل الفصاميين ليس عندهم الاستبصار ولذلك ظلت من داخل المصحة تطبع كلمات وصحف كتبها وتنشرها وترسل أيضا وتنتظر اكتمال نزول الوحي الموهوم عليها ليعم العدل والرخاء والتسامح كل العالم حسب قولها. إذن أن يكون مدعي الوحي فصاميا فهذا احتمال على درجة كبيرة من الوجهة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود للتحدث إلى موضوعنا في تفسير آيات سورة العلق. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. قلنا قبل الفاصل إن احتمال أن يكون مدعي نبوة فصاميا احتمال على درجة يعني كبيرة من الوجهة وأنه احتمال أيضا يجب أن نضعه في الحسبان. معنا اتصال. إذن قطع الاتصال. لن نستبعد في حالة محمد أن يكون حينما يعني ادعى أن الملاك أتاه وانتهره
حتى بلغ منه الجهد أكثر من مرة، جذبه مرة وأرسله، ثم جذبه وأرسله، وفي كل مرة يقول له اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ، أن هذه حالة أيضا غير طبيعية. يعني سوف نضع هذا في الاحتمال. هناك أمر أيضا لفت نظري في، ولابد أن نأتي على ذكري في تفسيرنا الموضوع هذا، أن من دراستي للقرآن، وأعرف جيدا أن القرآن لم يخاطب محمدا أبدا بأسلوب عادي، دائما خاطبه بأسلوب فيه تبجيل شديد جدا. وأيضا علاقة جبريل به كانت علاقة طول الوقت يعني مثالية، يعني وكان يحترمه جدا. يعني الله نفسه في القرآن لم يخاطب محمد مباشرة يا محمد أبدا، كان يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وإنك لخلق عظيم، مثلا إن أرسلناك شاهد ومشاهد، إلى حد أنه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن في 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 واقعة بدء الوحي هذه، في بداية بدء الوحي، جبريل أخذ ينتهره كما يفعل الإنسان باللصوص، حينما يمسك إنسانا لصا جذبه بشدة حتى إذا بلغ منه الجهد خلاص أرسله. فهذه ملاحظة كان لابد أن نأتي على ذكرها طالما أننا سنفسر القرآن بموضوعه. أيضا مسألة أنه رجع مذعورا يرجف فؤاده، هذه حالة ليست مثالية كما يعني لا تنسجم مع بقية قصة محمد مع القرآن. أيضا أحيانا كان يأتي الوحي مثل صلصات الجرس فيفصم عنه إن جبينه ليتفصد عرقا، وكان الوحي شديدا عليه، وفي أحاديث كثيرة تفيد وتسترسل في ثقل قدم النبي أو جسد النبي حينما كان يأتيه الوحي. ونأخذ اتصال ونعود للحديث. ألو، أنت على الهواء. ألو، مساء الخير. مساء النور، أنت على الهواء. عرفنا بنفسك. أنا سعيد سليم من العراق. أهلا بك. أهلا بك وكل أهل العراق طيبين. تفضل. حبيبي تسلم على رأسي أنت. طبعا أني حبيت أتصل بكم وأعبر عن حبي وشكري وامتناني لكم عن فتح هذه القناة الرائعة. نحن ممتنون لك أيضا. نحن نترك بمشاركتك. يا أستاذ أحمد حرقان، أنت أستاذ رائع وأنا فخور بك كعربي كإنسان. أنا أيضا فخور بك ويشرفني أن أتحدث إليك الآن. سلام حبيبي، هذه برنامج رائع. نحن نرحب أيضا، شكرا لكم. نحن نرحب بأمثالك أيضا وبمشاركاتكم، نتابع كل ما تكتبون لنا عبر التعليقات، وأنا أرد مباشرة على جميع الرسائل التي تصلني. أتمنى يعني أن تنضموا إلينا وتساعدونا في إعداد المواد. يعني تعلمون أن الحمل علينا ثقيل، يعني نحن لا يزال كادر القناة ليس كبيرا بما يعني يكفي، يعني نحتاج إلى أيضا إلى مساهماتكم ودعمكم واقتراحاتكم، هي أيضا تساهم في تطوير البرنامج بالمناسبة بصفة عامة. يعني سنفعل بكل تأكيد وبكل سرور. تمام، شكرا جزيلا. شكرا لكم لهذه القنوات العربية الرائعة التي هي فريدة من نوعها والتي تقول الحقيقة. شكرا لكم، وبالتأكيد بالتأكيد سنتصل وسنعلق وسنشارك. شكرا جزيلا، شكرا، مرحبا بك. شكرا لكم، إلى اللقاء. أعزائي، كنا نقول إن هناك ملاحظة أخرى، وهي أنه حالة الوحي نفسها التي تتلبس النبي أو الرسول حالة غير طبيعية أثناء الوحي، وصفتها الأحاديث. أحيانا كان جسده يثقل أثناء الوحي، يعني ويتعرق بعد الوحي ويشعر بالإجهاد. هناك أعراض كثيرة جدا لوحظت أو لاحظها الناس ونقلت لنا من خلال الأحاديث الصحيحة. دعونا نتحدث أيضا، نأخذ هذا الاتصال فقط ثم نعود للحديث. ألو، ألو، مساء الخير يا أحمد. مساء الفل، جورج معك.
أهلا وسهلا. تحياتي كبير، تحياتي ليك يا أحمد، وممتن جدا للمجهود اللي أنت بتعمله، أنا قاعد مستمتع جدا بالحلقة. شكرا لك، شكرا جزيلا أخي، نورتنا. بس نقطة سريعة، يعني طبعا الكلام اللي أنت قلته وفيت وقضيت، أنا بس عايز أشارك مشاركة شخصية، يعني بحاجة شخصية أنا شفتها. الأعراض اللي أنت حكيتها ديت أنا كنت سمعت عنها قبل كده، اللي كانت بتحصل لمحمد، سمعتها في أحد البرامج عند الأخ رشيد، ويعني قال إن هو شبه صرع الفص الصدغي، بس النهارده أنت أضفت شوية حاجات تانية عليها، وأنا شفت الكلام ده بعناية في مستشفيات الأمراض النفسية، الناس اللي بتدعي النبوة أو يدعي إن هو ليه اتصال مباشر بالإله، أو إن بيحصل له في حد بيراقبه، أو في مؤامرة بتحصل عليه، أو في شريحة مزروعة في مخه بمقتنع بيها اقتناعا تاما، كما كان محمد مقتنع إن هو نبي، وإن اللي بيحصل له دوت هو جبريل بيجيله، مع إن يعني المسكين كان مصاب بصرع الفص الصدغي أو عنده سكيزوفرينيا زي ما أنت قلت، وهي دي نفس أعراض السكيزوفرينيا اللي بتحصل له، وبدل ما كان الناس تعمله نبي كان المفروض ياخد له حقنتين هالو بيريدول وكان هيبقى زي الفل اللي بعدها يعني. بس للاسف ما كانش فيه في الجزيره العربيه هالو بيريدول ولا اولانزابين ولا حاجه، فبقى للأسف. نبي بدل ما شكرا اشكرك لك، ان انت خدت اشكرك خدت مكالمتي، ومستمتع بالحلقه يا احمد. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا. نعود لموضوعنا. أيضا اتصل أتى صديقي جورج المتصل على ذكر موضوع الصرع. يعني البعض يقول أنه لا يمكن أن يكون المرء مصابا بالفصام ومصابا بالصرع في نفس الوقت. في عام 1934 العالم المجري اسمه مادونا، طبيب مختص في الأمراض العصبية، قام بوضع نظرية تقول إن مرض الصرع والفصام لا يمكن تواجدهما في نفس المريض. قال إن إنه لاحظ أن المريض الذي يعاني من مرض عقلي كالفصام يأتيه التجنجات الصرعية، الذي يعني تأتيه التجنجات الصرعية هذه يتحسن من الناحية العقلية، أي تنتهي يعني الأعراض الذهنية، وذلك طوروا بعد ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية كي يحدثوا هذه التجنجات. يعني تعلموا بعد ذلك يعني تحديدا العالم الإيطالي سيريلتي عام 1938 اكتشف الجهاز الذي تعطى من خلاله جرعات كهربائية بسيطة تؤدي إلى تجنجات صرعية وتساعد الفصامين في الشفاء. لكن هذا الأمر ثبت أنه غير صحيح، وأن وأثبت العلماء بعد ذلك أنه يمكن أن يكون المريض مصابا بالصرع والفصام في نفس الوقت. قد يكون محمد كان مريضا بالصرع والفصام معا، أو مريض بالفصام فقط أو بالصرع فقط، أو غير مريض بالمرة. هذه كلها احتمالات تبقى في احتمالات، والنقاش دائما مفتوح، باب النقاش دائما مفتوح هنا. أنا أتلقى مداخلتكم عبر معرف سكايب الذي يظهر دائما من حين لآخر على الشاشة، ورحب جدا باتصالاتكم واعتراضاتكم أيضا. وردتنا في الحلقات السابقة، في الحلقة السابقة هي حلقة واحدة، هذه الحلقة الثانية، بعض التعليقات على الفيديو الحلقة على اليوتيوب. الأستاذ المحترم سامي الذيب وجه شكرا للقائمين على البرنامج والقناة، وأيضا وضع عدة روابط لتعمل الفائدة. هو له جهود في مسألة دراسة القرآن ودراسة الأخطاء اللغوية فيه وإلى ذلك، ووضع روابط سوف نستفيد منها. نحن نشكره جدا على هذه المشاركة. يعني هناك أيضا صديق أو أخ علق على اليوتيوب قائلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال لم يقل، يعني قال عبد الله لم يقل اسألوا كل من هب ودب، هذا تعبيره، وأنت لست من أهل الذكر كي تتطفل على أهل التفسير أو على التفسير
والدليل أنك تقول أنه يمكن نزع القداسة. نقول شيء مقدس يعني أنه فوق طاقة الإنسان ولا يمكن تغييره مهما حاول. أنت فقط تريد تقديم تفسيرات على هواك لتسقط ضعاف القلوب وضعاف المعرفة في تناقضات. أنا أقول لأخي عبد الله أنا فعلا أقدم تفسيرا شخصيا، أحاول أن أكون موضوعيا، وإن شئت فقل أقدم تفسيرا على هواي، ولكني أفتح في النهاية باب النقاش وأسمع للجميع وأدع الفرصة للكل ليقول رأيه، وثم نتناقش. وقد أغير رأيي إذا رأيته جانب الصواب. بينما المشايخ طول الوقت يفسرون القرآن على أهوائهم وأهواء من يخدمونهم أيضا، لأن كثير من المشايخ عبر التاريخ، أنت تعلم يا عبد الله، أنهم كانوا خدام للسلاطين وكانوا يقولون للسلطان ما يحب أن يسمع ويفسرون النصوص على هواه. هذه حقيقة الكل يعترف بها، كل المشايخ يرمون أنفسهم بها، يعني يرمون بعضهم بها في 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 في, في النزاع وفي الخلاف. هم فسروا القرآن أيضا على أهوائهم. أتوا لنا بالمناسبة بالعجائب، انتظروا في الحلقات القادمة سوف يعني نسمعكم العجب العجاب في تفسير المشايخ. إذن حلقتنا هذه يبدو أنها للأسف انتهت، لأن وقت البرنامج انتهى. انتظرونا في الأسبوع المقبل، سوف نستكمل تفسيرنا لآيات سورة العلق.